أيها الرائعون، ممكن أن تسأل عقلك الباطن هذا السؤال واجعله يتمعن في الإجابة طوال الليل. ترى ما هي بشارة الخير التي ستعلن تجليها في أيام عيد الفطر؟ ترى ما هي بشارة الخير التي سوف تعلن تجليها في أيام عيد الفطر؟ دامت لكم الأفراح والمسرات، عيدكم مبارك سعيد، في أمان الله.